الأئمة بقى هنا بيعملوا حاجة بيتخدع فيها الكثير يعني كثيرين خاصة من الغرب. يعني هو مثلا يتكلم عن عظمة الخلافة الإسلامية. هل ده إرهاب؟ لا ده إرهاب. هما ما يعرفوش إن ده إرهاب. لأنك أنت لما تتبنى فكرة إن الإسلام الاستعماري اللي هو يغزو الشعوب ويستولي عليها ويسيطر ويحكم أنت إرهابي. إرهابي غير مسلح لغاية لما تيجي الفرصة. وكمان أنا بعت كتب ليا بالعربية ضد الإسلام السياسي للمكتبة. أنا فرحت، أنا كان ليا كتاب أصلا لقيته هنا بالصدفة ملوش علاقة بالإسلام، فقلت هديهم بقى كتبي بقى، يعني نفسي اتفتحت، فديت لهم الكتابين ليا أجانس الإسلام السياسي. المكتبة العامة رفضتهم وبعتوا لي ميل رسمي. طبعا اسلاموفوبيا بقى والحواديت دي، قالوا لي إن هذا اللي كتب أنا تخالف القيم الكندية، القيم اللي هي مرحبا باسلام العنف ولا لنقد الاسلام السياسي. في القيم الكنديه ده انا واخد موقف ضد اللي كارهين لكندا وعايزين يدمروها، وقالوا كده كمان في الكتب اللي انتم مختارينها، يعني واخد بالك. فمعنى كده ان المسلم العادي سواء اللي بيتولد هنا او اللي جاي هنا ما عندوش اسلام تاني. يعني في المسجد في النوع ده من الاسلام، في الخطبه في النوع ده من الإسلام، في المدارس الاسلاميه بقى وده مهم في النوع ده من الاسلام. مدارس انا ما وديتش بناتي مدارس اسلاميه، انا خفت. وبيخبوا المناهج، وطبعا بيفرضوا الحجاب على البنات الصغيرين وهكذا. فالمسلم اللي هنا لو ما بقاش ارهابي ده راجل عظيم، ده لازم نقول له متشكرين جدا ان انت بني ادم كويس ومسالم، لان الطبيعي ان يكون ارهابيا. الغريب بقى ان الناس دي اللي هو كان في بلده لا يسمح للمسيحي ان هو يبني كنيسه، وبيحتقر المسيحي ويحتقر البهائي ولا يعاون أصحاب الديانات الأخرى إن هم ياخدوا حقوقهم، يجي هنا الغرب مش بس عايز ياخد حق العبادة وحق إن هو يعني يمارس كل شعائر دينه بحرية، لا ده عايز كمان إن محدش يقرب من دينه بالانتقاد. هو ينتقد هنا في كندا المسيحيين واليهود، وينتقد الغرب وينتقد العلمانية بكل فجاجة. ما فيش حاجه اسمها بقى العلمانيوفوبيا، ما فيش حاجه اسمها ما فيش سينيفوبيا او لو المسيحيوفوبيا، ما فيش يعني ولا زرادشتيه فوبيا، ما فيش كده. ده اختراع عمله الاسلاميين. والمشكله ان الاسلاميين اكتر ناس بيصدروا الاديان الاخرى. طبعا، بس يجي عايز قانون يقول لك لا ما تقربش من دين. والغريب بقى ان الحكومه الساذجه مثل الحكومه الكنديه، انا عارف ان انا ضيف عندكم يعني، بس انا بقول رايي في اي مكان ماليش دعوه. حكومه ساذجه، رئيس الوزراء غريب جدا في تصوره الساذج الرومانسي، تعالوا كلكم نحط ايدينا في ايدين بعض ونبوس بعض ونحضن بعض، ومش عارف العالم دي بتدرس ايه في مساجدهم. صحيح. انا بستغرب من سياسيين في كندا بيتكلموا عن الاسلام هم لا يعرفوا الاسلام. يعني يا اخي لو انت عايز تعرف الاسلام اسالنا، ما اسالش نوع واحد بقى. وكمان في خطا كبير بيحصل في كندا وفي الغرب، انه مين ممثلين المسلمين؟ هم الاسلاميين. الغرب هنا هيفوق بدم كتير، والدم هيدفع ثمن المسلمين. نمبر 1 طبعا، نمبر 1. يعني اذا السياسيين في الغرب ما عرفوش يوقفوا الموجه ديت، المسلم او المسلمين الغربيين العاديين هيختاروا الاكثر تشددا. وفي مؤشرات، يعني ترامب في امريكا، حكومه في ولايه اونتاريو اللي كسب حزب المحافظين وهيجي الاكثر تشددا. اذا دول فشلوا بقى وما عرفوش يامنوا حياه المواطن الغربي، هيامنها بدراعه. بالظبط. وهيامنها بدراعه ضد مين بقى؟ ضد المسلمين اللي عايشين، اللي هم ملوش علاقه بهم. مشروعي الاساسي للاسلاميين هو هدم وتدمير الحضاره الغربيه، وهم قالوا كده.